تسعى جهات عدة لحل مشاكل التوظيف لدى الشباب، فيما كان انتظار الوظيفة والتعيين بغير التخصص الأبرز عند الشباب، فيما يتهمهم البعض بحبهم للربادة وعدم سعيهم للبحث عن مستقبلهم. أول مشكلة أشوفها عند الشباب أن الشهادة، والشيء الثاني أن قلة المجالات اللي يفتحونها لنا. يعني مثلا أنا إذا عندي شهادة إعلام أتم على الموضوع عشان أتوظف بالإعلام يمكن سنة سنتين. أنا طبعا حامل شهادة لحام تمديدات، عشان أني أتوظف مثلا أي قطاع بالبترول لازم الحين أقعد صالي الحين ما شهادتي صالي سنتين ومو لاقي مكان أتوظف فيه. الخلل من راعي المكان نفسه. يعني إذا أنت بتوظف شاب بإمكانك توظف 100 شاب، أنت تاخذ 90 واحد ممكن تعرفه وعشرة ما تعطيهم المجال، فيقل علينا احنا الوضع. سوء تنسيق، لان في ناس يعني انا اعرفهم قدموا على وظيفة من قبل فما قبلوهم الا بعد 3 سنين 4 سنين، وفي ناس عندهم حالة تغشف ان حالتهم صعبة ما يقدرون يساعدون اهلهم، فلازم يراقبون موضوعهم بسرعة. يعني في ناس غير عن ناس ثانية، في ناس ما همتهم الوظيفة، في ناس همتهم الوظيفة. احنا ربادية شباب، الوظائف موجودة وايد بس الشباب ما يتحركون ما يسعون انهم يتحصلون وظيفة. يعني ولا الوظائف موجودة يعني وايد، كإنسان عنده شهادة هو عادي يدرس يشد حيله يسوي كل شيء، بس لما تيجي وقت الوظيفة يطق بريك يبي الوظيفة هي اللي تيجي له. لا اسعى والله يسعى وياك. الخلل فينا احنا شباب ان احنا ربادية ما نتحرك قاعدين بالبيت. آن الأوان بأن تربط التخصصات الدراسية مع حاجة السوق. أيضا لماذا لا يتم الربط مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص لكي يتم على قولتهم فتح الجوانب الأكاديمية التعليمية وفقا لاحتياجات السوق خلال السنوات، خطة الاستراتيجية لمدة 5 أو 10 سنوات المقبلة، حتى لا نقع في كارثة ونرجع نسأل أنفسنا من المتسبب، هل هو الشاب أم الدولة؟ أغلب المشاكل تواجه الشباب لما يتخرج أو بعد ما يخلص الجامعة يشتغل بمكان غير عن شهادته. مثلا يكون عنده شهادة بتخصص معين بس لما يجي يتوظف بتخصص غير شهادته، ما يقدم الشيء اللي هو قاعد يدرسه بالجامعة، يشتغل بشيء ثاني هو ما درسه